2006 وصلت عمان عشان أكتشف تراث أمي. بلشت بالكتابة والتصوير وشوي شوي شدني للصوت. أنا وشريكي حازم كشفنا فرصة لننتج محتوى عربي صوتي بخاطب جيلنا وثقافتنا. هون بلشت رحلة صوت. ب2020 لما انتشرت فيروس كورونا، السفر والمطاعم والفنادق سكروا والناس توجهوا إلى البودكاست للمعلومات والأخبار. انطلقنا ببرنامج جديد اسمه المستجد عشان الناس يفهموا العالم حواليهم وكمان يفهموا شو يعني فيروس كورونا. عملنا سبسكريبشن برودكت في صوت عشان الناس يسمعوا مقالات صوتية وكتب صوتية. كبرت صوت واكتشفنا فرصة كبيرة في الخليج وعملنا اكوزيشن على فينيال ميديا في دبي. بودكاست ومحتوى صوتي صار جزء أساسي في حياة الناس وبديل للدوم سكرولينج والسوشيال ميديا. كثير من الناس اكتشفوا بودكاست بالكورونا، كملوا يسمعوا لحد اليوم. عندنا كثير أفكار، وإذا فزنا بالجائزة نستثمر المصاري في استمرارية الشركة وإنتاج محتوى جديد.